الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اكفنا وذريتنا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بختم السعادة أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وتكلمنا على كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من أحكام، ثم تكلمنا على الخطبة وما يجوز من النظر في الخطبة إلى الوجه والكفين من المخطوبة، ثم بعد ذلك فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، اللي هي أركان عقد النكاح، أركان عقد النكاح وشروط عقد النكاح. عندنا عند الشافعية أركان عقد النكاح خمسة. الفرق بين الشرط والركن إيه؟ إن الركن جزء الشيء المكون لهويته، يعني داخل في الشيء، والشرط خارج عن الشيء وإن كان ضروري لهذا الشيء. يبقى الشرط خارج عن الشيء، زي ما نقول مثلا إن الهواء شرط لحياة الإنسان، الهواء ده مش هو الإنسان، ده حاجة خارج عن الإنسان، واضح؟ يبقى الهواء ده شرط لحياة الإنسان، ليس داخلا فيه. لكن لما نقول إن القلب ركن في الإنسان، لا يعيش إنسان بغير قلب، يبقى ده داخل فيه. فالركن جزء في الشيء والشرط خارج عن الشيء. فأركان عقد النكاح اللي هي اللي تكون عقد النكاح اللي داخلها فيه خمسة، لكن في شروط أخرى كثيرة خارجة عن العقد لكنها ضرورية أيضا لصحة العقد. الأركان الخمسة هو الزوج والزوجة والولي والصيغة والشهود، خمس حاجات. يبقى زوج وزوجة وولي، ولي للزوجة، وصيغة اللي هي ايه؟ إجاب وقبول، زوجتك يقول قبلت، وإيه؟ وشاهدي عدل. أدي أركان عقد النكاح. فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر، وهو احتراز عن الأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل، وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعده. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا. والثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. والرابع الحرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. والخامس الذكورة، فلا تكون المرأة والخنثى وليين. والسادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. يعني لو واحد هيتزوج واحدة مسيحية هيبقى وليها زيه كافر أبوها، فده معلش، ولأنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد اللي هو من يملكها.
فيجوز أن يكون فاسقا لأنه بيزوج بالملك مش بالولاية. في السيد هنا بيزوج بالملك وليس الولاية، ففي الحقيقة هو مش استثناء لأننا بيزوج بالملك وليس بالولاية. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شهيدي النكاح، وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح. يبقى الولي ممكن يكون أعمى ما يدرش، يعني واحد أعمى يزوج بنته، يزوج أخته، يزوج أمه، خلافا للملكية، لأن الابن عند الشافعية ممكن يكون ولي في عقد نكاح لأمه، لكن الملكية لا يجيز ذلك، لا يجيز أن الفرع يبقى ولي أبدا. في تفاصيل في المزاد. نشوف كلام الإمام البيجوري فيما سبق. فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، أي من الأركان والشروط. عرفت الفرق بين الأركان والشروط؟ نقول كده أن الركن الذي ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، وإذ ده الركن، الركن ما ينبني على وجوده الوجود، وجود الشيء، وينبني على عدمه عدم الشيء. طب والشرط؟ ينبني على عدمه العدم ولكن لا ينبني على وجود وجود ولا عدم. الشرط ينبني على عدمه العدم، زي ما قلت لك الهواء، ما فيش هواء يبقى ما فيش إنسان، لكن مش شرط أن يبقى فيه هواء لازم يبقى فيه إنسان. واضح؟ يبقى الشرط يعمل في حال العدم، يؤثر في حال العدم مش في حال الوجود. فنقول إيه؟ ينبني على عدمه العدم، لكن موجود لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. زي ما نقول كده أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل كل متوضئ يبقى صلى؟ لكن لو صلى بغير وضوء تبقى صلاة معدومة. واضح؟ كذلك دخول الوقت للصلاة ده شرط لصحة الصلاة، هل كل ما دخل الوقت يبقى صليت؟ ينبني على عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، لكن لا ينبني على دخول الوقت أداء الصلاة. فهمت ازاي؟ أو عدم أدائها، لأنه ده شيء خارج. وكان الدكتور علي جمعة يقول لك ايه، قول ان الركن داخل والشرط خارج، تبقى انك انت ايه فاهم. ده ايه لما كان يدرس للطلب الدكتور علي. فصل فيما لا يصح النكاح الا به، اي من الاركان والشروط. وغلب الشارح غير العاقل، وهو الشرط على العاقل، وهو ما ذكره من الاركان. أصل الأركان أغلبها عاقلين، زوج ده عاقل، زوجة عاقل، الولي عاقل، شهود بعقول، كان هقول إيه في من لا يصح النكاح إلا به، ما يقولش في ما، لكن هو قال في ما، وما دي لغير العاقل، يبقى هو غلب الشرط على الأركان. فهمت كلام الشيخ لما قال في ما، ما قالش في من لا يصح. يفهم كلام الشيخ كويس، أي من الأركان والشروط. وغلب الشارح، لأن الشارح قال في ما لا، فعبر بما ولم يعبر بمن، ما التي لغير العاقل اللي يتعود على الشروط، أما من فتعود على الأركان. وغلب الشارح غير العاقل، وهو الشروط على العاقل، وهو ما ذكره من الأركان الذي هو الولي والشاهدان، فلذلك عبر بما دون من. فهمت كلام الشيخ؟ فاندفع قول المحشي اللي هو البرماوي، ولو عبر الشارح بمن لكان أولى. البرماوي قال كده، لأن البرماوي في حشيته قال كان لو عبر الشارح قال، لو قال فصل في من لا يصح العقد كان أولى من قوله في ما. واضح؟ لكان أولى وأنسب، أي نظرا للعاقل، لكن قد عرفت جوابه. إيه هو جوابه؟ أنه رجح الشروط على الأركان. ولم يتكلم المصنف إلا على الولي والشاهدين من الأركان، وعلى ما يفتقر إليه الولي والشاهدان من الشروط، وبقي من الأركان الزوج والزوجة والصيغة، فالجملة خمسة كما مر.
في شروط في الزوج أن يكون حلالا غير محرم، يعني غير متلبس بنسك. احنا عندنا المحرم ما ينفعش يزوج ولا يتزوج، لكن له أن يشهد على العقد كويس، لكن لا يبقى ولي ولا يبقى هو زوج، ده المحرم. واضح؟ يبقى يشترط كونه حلالا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله. واضح؟ طالما هو محرم ما يبعتش حتى وكيل يجري عقد الزواج له. وكونه ايضا الشرط الثاني ان يكون مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق. يبقى ما ينفعش نزوج انسان بالاكراه بغير حق، لان في صور اكراه بحق يصح نكاح المكره، بخلاف ما لو كان مكرها بحق هيديك صورة منها. كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهي مظلومة في القسم فإنه يصح. يعني طلق امرأة من زوجاته، هو متزوج عدة زوجات ما كانش بيقسم له، فطلقها وكانت مظلومة، فيصح إكراهه على أن يعود إليها ويعطيها حقه لأنه ظلمه، يصح هذا ويكون العقد صحيح يعني. والشرط الثالث، يبقى احنا عندنا أول شرط أن يكون حلالا يعني غير محرم، وأن يكون مختارا، والشرط الثالث كونه معينا يعني إنسان معروف بشخصه، فلا يصح نكاح أحد الرجلين. يقول زوجت ابنتي لأحد الرجلين وقدامه اتنين عادي، ما ينفع، لازم يبقى معين، شخص معين، وأن يكون معينا. وكونه، وكمان كونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، ولازم كمان يبقى متأكد أنها حلال ليه، ما رضعتش عليه مثلا، ما يكونش بأنه نسب يمنع من إيه، من صحة الزواج بها، لازم يتأكد انها حلال. وان تكون خالية من ايه، من زوج ومن عدة، مش كده برضو، كل الحاجات دي لازم يبقى عارف ايه عشان. فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك. والشرط اللي بعد كده وكونه ذكرا يقينا، لازم نبقى متأكدين ان هو راجل، ذكر يقينا، يعني لو خنثى ما ينفعش، واخد بالك لسه. فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت ذكورته. وشروط الزوجة، الشروط الزوجة قلناها، شروط الزوجة كونها حلالا برضو، ما تبقاش محرمة، فلا يصح نكاح محرمة. وكونها معينة، زي هناك برضو معين، لازم زوجة معينة، فلا يصح نكاح إحدى المرأتين. وكونها خالية من نكاح وعدة، ما تكونش متزوجة ومشغولة بعقد زواج مع راجل تاني وتيجي تتجوز واحد تاني، ما ينفعش، لازم تكون خالية من نكاح ومن عدة. فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره. وكمان يشترك كونها أنثى يقينا. فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته، بخلافه في الولي، فإذا كان خنثى ثم اتضح بالذكورة صح، وبخلافه أيضا في الشاهدين، فإذا كان خنثيين ثم اتضح بالذكورة صح. والفرق إن الولي لو كان خنثى وعقد العقد ثم اتضح ذكورته صح العقد، وكذلك الشاهدين لو كانوا خنثيين وحضروا العقد ثم اتضحت ذكورتهم يصح العقد، لكن في الزوج والزوجة لا، لأن الزوج والزوجة محل العقد، ومحل العقد لا يغتفر فيه ما لا يغتفر مما ليس ايه حل محل العقد. خدت بالك ادي الفرق، ان كل من الزوجين معقود عليه، ولا كذلك الولي والشاهدان، ويحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره. ويكره نكاح من كان خنثى واتضح بالذكورة او بالانوثة من قبل العقد. يكره نكاح من كان خنثى واتضح بالذكورة أو بالأنوثة من قبل العقد.
لان لو ما اتضحش قبل العقد يبقى ده زواج باطل، لكن اتضح قبل العقد انصته او ذكرته يكره، يبقى ده مكروه. يعني الواحد مكروه اما يروح يتجوز، يتجوز واحده امراه كانت قبل كده ذكر وعملت عمليه تحويل، لان ممكن يكون عندها نوع من الاضطراب النفسي، يكره، لكن الزواج صحيح، لكن يكره. وكذلك الرجل بالعكس، لو كان في اوله رجلا ثم صار انثى، او كانت هي انثى ثم صارت ذكرا، بيبقى النوعيات دي من البشر بيبقى عندهم اضطراب نفسي، والزواج عايز نوع من الاستقرار. عشان كده مكروه انك انت تخش على حياه فيها استقرار بانسان غير مستقر الحاله النفسيه، عشان كده مكروه. وشروط الصيغه كشروطها في البيع، وكونها بصريح، صريح يعني لفظ صريح مشتق من النكاح او التزويج، ما يقولش ملكتك، ما يقولش وهبتك، فهمت ازاي؟ ما يقولش احللتها لك، ده ينفع عند الاحناف، ما ينفعش عند الشافعية. عند الشافعية ما ينفع، او يقول له بعتك، الله ايه بعتك، ما ينفعش. خدت بالك؟ لازم زوجتك او انكحتك، لكن ما تنفعش اي لفظ اخر، ولو بغير العربية، ولو بغير العربية من لفظ مشتق من الزواج او الايه او النكاح، بغير العربية، بس بشرط يكون يفهمها الزوج والشهود، الصيغة يكون بيفهمها الزوج والشهود، وتكون من الالفاظ بتاعت الزواج او الانكاح بغير العربية، ولو مع القدرة على العربية. واضح؟ وإن كان في وجه عند الشافعية يقول لك لو كان عندهم القدرة على العربية فلا يصح بغيره. في وجه عند الشافعية كده. لكن في وجه تاني ودل عليه الفتوى إنه يصح بغير العربية، ولكن بشرط أن يكون من لفظ فيه نكاح أو زواج. يعني تبع عن ألفاظ التمليك والهبة والحل والإباحة اللي هي تحتمل معاني كثير. واضح؟ يبقى وكونها بصريح مشتق إنكاح أو تزويج، ولو بغير العربية حيث فهمها العاقدان والشاهدان. العاقدان اللي هو الولي والزوج، والشاهدان اللي هم حاضرين بيسمعوا. ولو مع القدرة على العربية فلا يصح بكناية كأحللتها لك، إذ لابد في الكناية من النية والشهود للاطلاع لهم على النية. نعم يصح بكناية في المعقود عليه. يصح بكناية في المعقود، يعني يقول له زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها ونوايا معينة، تمشي. ولا يضر تقديم القبول على الإيجاب لحصول المقصود. يعني افرض الزوج الاول قال له قبلت زواج ابنتك لنفسي بنفسي، فالتاني قال زوجتكها، تم العقد. ابتدى بالقبول الاول وجات الايجاب بعديه، تمشي. واضح؟ يعني لا يشترط يبقى الايجاب اولا. فلو قال الزوج قبلت نكاح فلانة فقال الولي زوجتكها صح، ويصح بزوجني من قبل الزوج مع قول الولي عقبه زوجتك، وبقول الولي تزوجها مع قول الزوج عقبه تزوجتها، لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا. وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا، يعني أنت بعت وكيل عنك يتزوج لك، فهو اللي حاضر بيباشر العقد وأنت في مكان بعيد، فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي موكلك فلانا، فيقول وكيل قبلت نكاحها له. عارف لو ما قالش له بطل العقد، لازم يقول له. واضح؟ فيقول وكيل قبلت نكاحها له، فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح، وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية كما علم.
وإذا وكل الولي الولي نفسه بقى ولي الزوجة وكل واحد بالنيابة عنه يزوج بنته أو يزوج أخته، فليقل وكيله للزوج: زوجتك بنت فلان موكلي، فيقبل. وإذا وكل كل من الولي والزوج الاثنين وكلاء، الولي موكل وكيل والزوج واعت وكيل، يحضروا العقد. فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج: زوجت فلانا موكلك بنت فلان موكلي، فيقول: قبلت نكاحها له. لازم يقول له بقى، لو ما قالش له يبقى هو ده اللهو الخفي. ايه يبقى ايه؟ العقد باطل. فهمت؟ عرفت بقى اللهو الخفي اللي بيدوروا عليه؟ مش هو ده، ده حاجه تانية. قول: ولا يصح عقد النكاح. عقد النكاح اي عقد هو النجاح النكاح، فالاضافه هنا اضافه بيانيه يعني. عقد هو النكاح فالاضافه للبيان. وقول: الا بولي وشاهدي عدل، اي لخبر ابن حبان في صحيحه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقصد المصنف التبرك بالحديث والإشارة إليه لما قال إلا بولي، فالشارح قال إيه؟ إلا بولي وشاهدي عدل. المصنف قال كده: إلا بولي وشاهدي عدل، مع أنه بيقول بعد كده في الشروط العدالة، فكرر وهو يريد الاختصار، فالمفروض ما يكررش. قال لك ده هو أراد أن يتبرك بلفظ الحديث هنا. كويس. وقصد المصنف التبرك بالحديث والإشارة إليه، وإلا فسيأتي التصريح باشتراط العدالة في كلامه، فهو تصريح بما علم، فاندفع بذلك الاعتراض بالتكرار، لأنه ممكن واحد يعترض بالتكرار إنه قال العدالة مرتين وهو يريد الاختصار. فهمت؟ فأقول له: لا ما تعترضش، لأنه ده يقصد هنا اللفظ النبوي يتبرك به. ولا فرق في الولي بين الخاص والعام، سواء كان بنفسه أو مأذونه كوكيله أو القائم مقامه وهو الحاكم. يبقى الولي في ولي خاص وفي ولي عام. الولي الخاص اللي هو زي أبو الزوج، الولي العام زي الحاكم، كونه والي على الدولة بحالها، فده يديله ولاية عامة. ولا فرق في الولي بين الخاص والعام، سواء كان بنفسه أو مأذونه كوكيله. احنا دلوقتي لما بتروح للمأذون، المأذون ده هو الوقت الحاكم، لأنه هو كأنه موكله الحاكم بالنيابة عنه، فعشان كده سموه مأذون، مأذون له بعقد النكاح بالنيابة عن الولي، بالنيابة عن الولاية العامة يعني اللي هو الحاكم، سواء كان بنفسه أو مأذونه كوكيله أو القائم مقامه وهو الحاكم عند فقد الولي أو غيبته فوق مسافة القصر أو عضله دون 3 مرات أو إحرامه. يعني الحاكم بيحل محل الولي في الأحوال دي، عند فقد الولي ملهاش أباء ولا إخوات، مقطوعة من شجر، أو غيبته في مسافة فوق القصر، مسافر في حتة بعيدة فوق 85 كيلو، أو عضله يعني مش عايز يزوجها، كل ما يجي لها عريس ومناسب يرفض عشان بتخدمه قاعدة معاه خدمات، يقوم هيضرها لما يفوتها سن الزواج، يبقى كده بيضرها. أو عضله دون 3 مرات، أو إحرامه، أو يكون محرم ومشغول في الحج وجالها عريس لقطة مستنية مش قادرة تستنى لما يرجع، كان زمان الحج أصله بيستغرق أيامهم 6 شهور، ويا رجع يا ما رجعش كمان، لأن كانت القوافل بتاع الحج بيجي عليها قطاع طرق يخشوا عليهم يقتلوه، واخد بالك؟ عشان كده كانوا بيعتبروا الحج ده يعني احتمال كبير إنه ما يجيش كمان، يعني مسافر يا يجي يا ما يجيش،
انما الوقت طبعا الحاجات دي في الفقه المعاصر ما تقولش انه غايب، ده هيحج يعني اسبوعين ويجي. ايه المشكله ما تستنى اسبوعين؟ مش زي زمان بقى ست شهور وسبع شهور، تبقى فتره طويله واحتمال ما يجيش. فهمت المساله؟ يبقى علشان كده في الفقه المعاصر لازم تجيب الامثله دي تغيرها بقى في الفقه المعاصر لقرب المسافات وسهوله السفر. حتى مسافه القصر يبقى فيها مناقشه، ما تقولش اما يبقى ب 85 كيلو يعني في طنطا وهي في القاهره جالها عريس تقوم تروح للحاكم يجوزها عشان ابوها في طنطا؟ ما في ساعه زمن يبقى عندها. يبقى فهمت بقى ازاي؟ فلازم في الفقه المعاصر تراعي مثل هذه ايه الامور. يبقى دي امثله كانوا بيعملوها بطبيعه حياتهم، لانه كان يركب ايام الشيخ البيجوري يركب الحماره ولا البغله ويجي من طنطا يقعد له اسبوع على ما يجي، واخد بالك؟ واذا كان او يركب النيل البواخر ويعدي بقى حلاني بقى على ما يجي، وبواخر كمان شراعيه، وبعدين يجي يوم الريح ساكنه يفضل قاعد في البحر كده يوم كامل. انما دلوقتي خلاص ما بقاش فيه الطريقه دي، تغيرت الايه. وعشان كده الامثله دي لا تقف عندها، ولكن افهم فقهها تقوم تعرف تطوعها في الفقه المعاصر. واضح؟ مش واحدة من دول تبقى عايزة تتجوز واد تستنى ابوها بيصيف في اسكندرية وهي قاعدة في القاهرة، تقول اهو مسافة فوق القصر، تروح للحاكم يجوزها من ورا؟ ما ينفعش. تقول لك الشيخ البيجور اهو يقول. تبقى مش فاهمة. تبقى مش فاهمة كلام البيجور، لأن لو البيجوري عايش أيامنا ما كانش يدي الأمثلة دي، كان هيدي أمثلة أخرى. قوله عدل أخذه الشارح من قول المصنف. أخذه الشارح من قول المصنف عدل، فجعله راجعا للولي والشهدين، أو أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه. فاشتراط العدالة فيما سيأتي تصريح بما علم كما مر. ويمكن أن المصنف قيد الشهدين بالعدالة دون الولي كما في خبر ابن حبان السابق، لأن العدالة ليست بشرط في الولي. أصل الولي الشرط في عدم الفسق بس، يعني مستور الحال دي في الولي، لكن الشهود لازم يبقوا عدول. عشان كده يقول لك العدالة مش شرط في الولي، الولي بس شرط انه ما يبقاش فاسق، يعني يبقى راجل بيصلي وما بيشربش خمرة كده، يعني راجل مستور الحال كده، ده في الولي. لكن الشهود لازم بقى ايه يشترط فيهم العدالة. فاهم؟ علشان كده بيقول ان عدل هنا كلمة عدل هل تعود على الولي والشهدين، ولا تعود على الشهدين دون الولي لعدم اشتراط العدالة في الولي؟ بل يشترط في الولي عدم الفسق فقط. فهمت المسألة؟ أو أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه، فاشتراط العدالة فيما سيأتي تصريح بما علم كما مر. ويمكن أن المصنف قيد الشهدين بالعدالة دون الولي كما في خبر ابن حبان السابق، لأن العدالة ليست بشرط في الولي، وإنما الشرط فيه أي في الولي عدم الفسق. فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة يزوج في الحال، مع أنه ليس بعدل ولا فاسق، فهو واسطة. وكذلك الكافر إذا أسلم يزوج في الحال، ومثله الفاسق إذا تاب حال العقد فقط، بمعنى أنه أقلع عن الذنب وعزم على ألا يعود، ورد المظالم إلى أهلها إن تيسر، وإلا كفت نيته على ردها. ولذلك تجد الفقيه يتوب الولي في حال العقد ثم يعقد، تملي العقود، تملي الناس إيه، يقول إيه الراجل المأذون قبل ما يقول صيغة العقد، يقول للناس إيه، قولوا وراي أستغفر الله عشان الكل يتوب. فهمت إزاي؟ يقوم يتوب الولي يطمئن. والعدول المفروض ان العدالة لا تثبت الا بالاستمرار على التوبة لمدة سنة. فهمت ازاي؟ علشان كده يشترط، يفضل في العقود، بل عند الشافعية يشترط حضور الشهود من اهل الديانة. خدت بالك؟ ولازم الناس تطفي السيجارة ساعة العقد،
لأن الاستجارة دي حرام. فلما قاعد يسمع العقد واستجارة شغالة يبقى هو متلبس بصغيرة مصر عليها فتسقط عدالته. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الناس عادة المصريين يقول لك ايه في العقود بتاعتهم؟ الفتح معروف، أول ما هيقرأ قرآن وفي إيده سجارة يروح طافيها. العادة كده يتكسف على دمه. فهم؟ يقوم يقريهم الفتحة الأول. بعدين يقعد يتوبهم. بعدين يخليهم يصلوا على النبي. بعدين يقعد يدعي. كل ده قاعد إيه؟ بيجهز الناس لأن ده ميثاق غليظ. أصل عقد الزواج ده عقد تحضره الملائكة. عقد مش هين يعني. من عقود السماوية الأرضية. يعني يكون في السماء وفي الأرض في آن واحد. فعقد جلل يعني. ويقال أن الدعاء فيه مستجاب وعندهم مستجاب لحضور الملائكة. علشان كده تلاقي إيه عقد الزواج تلاقي فيه هيبة وفيه وقار كده. أي واحد يحضر عقد الزواج تنتبه حالة هيبة وحالة وقار بسبب حضور الملائكة وبسبب توبة الناس في اللحظة دي. واخد بالك؟ ومثله الفاسق إذا تاب حال العقد فقط بمعنى أنه أقلع عن الذنب وعزم على ألا يعود ورد المظالم إلى أهلها، أنت يسر وإلا كفت نيته على ردها. ولذلك تجد الفقيه يتوب الولي في حال العقد ثم يعقد، فحيث صحت توبته صح عقده بخلاف الشهود فلا بد فيه من مضي مدة الاستبراء وهي سنة. طبعا الشافعية. لكن عند باقي المذاهب يقول لك برضه يكفي فيهم التوبة في الحلو خلاص مشيها. يعني علشان كده كل العقود التانية شغالة حلو على مذهب غير الشافعية، لأن الشهود لازم يبقوا عدول تماما ويستبرئوا لمدة سنة. يعني إيه؟ يعني يعيشوا تحت التجربة سنة ما رجعش الفعل الكبيرة تاني. واخد بالك؟ من ضمن أفعال الكبيرة إيه؟ عدم المواظبة على الصلاة في مواعيدها، أو ألا يصلي أصلا، أو يصلي لكن ليس في ميعاد الصلاة، أو عدم حضور الجماعات مع عدم وجود العذر. دي كلها حاجات وحشة ودي مشهورة. الحاجات دي كلها مشهورة والناس يقول لك يجي في باله كبائر. يعني ايه؟ انه طالما ما بيلعبش قمار وما بيزنيش وما بيشربش خمرة يبقى ما بيعملش كبير. وبعد كده تدور عليه تلاقيه ما بيصومش رمضان، مش عارف انها كبيرة دي. وتلاقيه بس عم بيجي الأذان ورا الأذان ويجي بالليل بعد العشاء يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وينام مع بعض كده. وضيع كل الأوقات طول اليوم، أو دافع الكبيرة متلبس بها. واخد بالك؟ فاجر فاسق. بل كنا بنسأل مرة أحد المشايخ بنقول له طيب وتارك الصلاة إيه حكمه؟ قال إمام الفاسقين. مش فاسق وبس، ده إمام الفاسقين. فالواحد ياخد باله من مثل هذه الأشياء. قوله وفي بعض النسخ بولي ذكر، والنسخة الأولى أولى لأن الذكور ستأتي في كلامه فيلزم التكرار على النسخة الثانية دون الأولى، إذ لا يعلم منها الذكور لأن لفظ الولي قد يطلق على المرأة، فإن الولي من له الولاية وهو يشمل الذكر والأنثى كما أفاده الميداني، وبه يسقط ما للقليوب من الاعتراض وإن تبعه المحشي. وقوله أنت عارف عقد الزواج ده يشترط في القائمين عليه كلهم الذكورة. اللي بيجري عقد الزواج ايه؟ المرأة. لا، المرأة دي معقودة عليها، دي زوجة، تبقى قاعدة بعيد ما تحضرش، تبقى حاضرة بس بعيد كده مش قاعدة قدام الناس في المنصة. اللي قاعد الزوج وولي الزوجة اللي هو رجل، والشهود لازم ذكور. واخد بالك؟ كل ده حفظا لحياء المرأة، لأن المرأة تستحي تقف قدام الرجالة كده وتقول للراجل زوجتك نفسي قول قبلت، مفيش حياء، تستحي. فاهم؟ فمراعاة لحياء المرأة التي جبلت عليها والحياء من الإيمان، جنبها الشارع حضور هذا العقد أمام الملأ بحيث تبقى قاعدة كده في وسط المعازيم. خدت بالك؟ لكن اللي يجري العقد نفسه كده وفي الميكروفون والكلام والصوت مسموع يبقى الرجالة بقى، لأن الرجال إيه يعني أقدر على ممارسة مثل هذه العقود دون حياء من النساء. واضح؟ احتراما لحياء المرأة وليس احتكارا لها كما يظن الظنين. لا احتقار ليها ولا تجنبها، بل بالعكس ده احترام ليها ومراعاة لمشاعرها. وقول احتراز عن الأنثى أي محترز به عن الأنثى، ولو أخر الشارح ذكر المحترز إلى ما سيأتي عند التصريح بشرط الذكورة لكان أولى وأنسب، لكنه ذكره هنا تعجيلا للفائدة. وقول فإنها أي المرأة
لا تزوج نفسها خلافا للأحناف. طبعا احنا بنتكلم فقه الشافعية هنا. الأحناف المرأة ممكن أن تزوج نفسها إن كانت ثيبا، كويس؟ فإنها لا تزوج نفسها فلا يصح أن تباشر تزويج نفسها ولو بإذن الولي، إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها في النكاح لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا. وقول ولا غيرها أي ولا تزوج غيرها، لا بولاية ولا وكالة لخبر، لأن الحديث بيقول إيه؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. يبقى لا تنفع تبقى ولية في العقد تزوج غيرها، ولا ينفع هي نفسها تزوج نفسها. واخد بالك؟ ده الحديث كده، لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله، ده كلام البيجوري، لأنه لو تولت المرأة الإمامة العظمى يعني الخلافة مش حكم مصر. حكم مصر لو تولته امرأة ما يجراش حاجة، لأن مصر مش خلافة عظمى، فهمت؟ يعني لو رشحنا امرأة لرئاسة الجمهورية ما يضرش، والشرع لا ما يمنعش كمان إذا وجدت فيها المواصفات لا بأس، خصوصا إن بعد الثورة اتضح إن ما فيش ولا واحدة من المسؤولات كانت متورطة ماليا، فاتضح ان هم أأمن في الوظائف العامة من الرجال. اتضح كده فعلا، الممارسة العملية اتضح كده. هات لي كده وزيرة ولا حد من اللي في العهد البائد كده كانت مختلسات، ما تلاقيش، صح؟ لكن الرجالة ياكلوها ولعة. فاتضح ان هم في الولايات أكثر أمانة، في الولايات الخاصة. فلا بأس، إن توفرت المرأة في الولاية الخاصة ما عندناش إشكال، لكن الولاية العظمى اللي هي الخلافة العامة لكل المسلمين، اللي هو أصلا شخص الخليفة ده مش موجود الآن من سنة 1924 لما انقضت الخلافة وخلاص، يبقى ده نقول والعياذ بالله صحيح. ليه بقى؟ لأنه يبقى يأثم الأمة جميعا أن ولت خليفة امرأة، واضح؟ فعلشان كده قال إيه والعياذ بالله، لأن تبقى الأمة كلها آثمة. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى في فرق بين الخلافة العامة والخلافة إيه؟ في الولايات الخاصة في بعض الأمور. لو تولت المرأة بقى الخلافة العامة والعياذ بالله، فرض جدلا إنها واحدة غلبتنا كده وخدت الخلافة وإحنا مش عايزين نطلع عليها ونغيرها علشان ما نورقش الدماء، فقابلنا على مضض وقلنا خلاص يومين لحد ما تموت ونخلص منها وتجيلنا غيرها بدل ما نريق الدماء، لو قابلنا يبقى في الحالة دي ممكن هي تتولى عقد نكاح من لا ولي لها بصفة الإمامة لا بصفة إيه؟ الأنوثة. فهمت بقى المسألة؟ وإن كانت لا تصلح إنها تعقد لنفسها، يعني لو هتتجوز هي بقى لازم تجيب أبوها يجوزها، تجيب عمها يزوجها، تجيب أخوها يزوجها، لكن هي ممكن تزوج أحد الرعاية. فهمت بقى؟ بمنصب الإمامة. فهمت التفاصيل دي؟ نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله تعالى نفذت أحكامها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره، وقياسه صحة تزويجها غيرها بالولاية العامة، ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها إذا كان لهن ولي غيرها كأب وجد وأخ وعم ونحوهم، أما هي فيزوجها بعض النوبه بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجها فيزوجها ولا تزوج نفسها أبدا. كويس؟ لأن الحديث كده بيقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قول ولا يصح عقد النكاح، أي عقد هو النكاح على أساس أن الإضافة بيانية، فالإضافة للبيان كما مر. وقول أيضا أي كما أنه لا يصح عقد النكاح إلا بولي، وقول إلا بحضور شاهدي عدل، يبقى لازم ولي وشاهدي عدل. العدالة شرط في إيه؟ في الشهود. وعدم الفسق شرط في الولي. أي وإن لم يكن بإحضار، قال لك بحضور ما قالش بإحضار، يعني لو كانوا جايين كده وما يعرفوش ان في فرح فقالوا لهم اشهدوا ينفع، لو قال بإحضار معناه لازم نعلمهم قبل ما ييجوا، لا قال لك ده بحضور بس ولو جاءوا اتفاقا. واضح؟ فكلام الفقهاء دقيق يعني. وقوله إلا بحضور شاهدي عدل أي وإن لم يكن بإحضار فلا يشترط إحضارهما
فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما، وإنما قدر الشارح الحضور. طب نقف هنا عشان نسمع الأذان بس، يلا أذان العشاء يا سيدي. الله أكبر 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 أشهد أن لا بحضور شاهدي عدل، أي وإن لم يكن بإحضار فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما، وإنما قدر الشارح الحضور في الشاهدين دون الولي، مع أنه لابد من حضوره أيضا، لأن المقصود من الولي عقده لا مجرد حضوره، والمقصود منهما مجرد حضورهما، والمعنى باشتراط حضورهما الاحتياط للإبضاع وصيانة. ليه اشتراط حضور الشهود؟ الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود. ما يجيش راجل في فترة يقول لك لا دي من لمراتي ولا أعرفها، يجوا الشهود يشهدوا بقى، أو ينكر نسب أولاده يقول لا دول مش ولادي، تبقى مشكلة. يجي الشهود يشهدوا يحافظوا على الأنساب ويحافظوا على الأبضاع ويحافظوا على الحقوق. أو تيجي واحدة تقول للراجل لا ده أنت زوجي، أنت اتجوزتني، تتبلى عليه، فين الشهود؟ فلا بد إن إيه؟ ان وجود الشهود دي دلوقتي طبعا في العصر الحديث بقى التوثيق كمان بجانب الشهود، التوثيق بالحكومة كمان. علشان كده لابد من مراعاة مثل هذه الامور، حماية للأبضاع وصيانة للأنكحة عن الجحود وحفظا للحقوق والنسب. ويسن حضور جمع من اهل الخير والدين زيادة على الشاهدين. يفضل طبعا في اي عقد نكاح تخلف المعازيم ناس أهل قرآن وأهل صيانة وأهل فضل وعلماء وأجلاء وصالحين، تعزمهم ضروري
عشان حضورهم ده يجبر النقص حتى في الشهود اللي انت اخترتهم، يمكن مش عدول دول يحلوا محلهم، لان طالما حاضرين يبقوا هم الشهود، مش شرط اللي بيمضي ده يبقى الشاهد، اللي بيمضي ده في التوثيق بس عشان توثيق، لكن كل اللي حاضرين دول شهود. ويسن حضور جمع من اهل الخير والدين زيادة على الشاهدين، والمراد من المصدر المثنى فكأنه شاهدين عدل. اقول لك بحضور ده مصدر يقصد به المثنى يعني، لان انت عارف ان المصدر لا يجمع ولا يفرد ولا يسنى، مصدر كده حاجة جامد لدرجة ان بعضهم قالوا هو اصل الاشتقاق. فكأنه قال شاهدين عدلين، وقد عرفت أنه قصد التبرك بالحديث، وإلا فسيأتي التصريح باشتراط العدالة فهو تصريح بما علم كما مر. قول وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين، أي شروط كل منهما، فهو مفرد مضاف يعم. وأما شروط بقية الأركان الخمسة فقد علمتها، وقوله في قوله متعلق بقوله ذكر. قوله ويفتقر الولي والشاهدان، أي كل من الولي والشاهدين، والمراد الافتقار على سبيل الشرطية، يعني هذه الأشياء شروط. الافتقار هنا بمعنى افتقار الشرط لمشروطه، كما يومئ إليه قوله إلى ستة شرائط، وفي بعض النسخ ست شرائط بإسقاط التاء. وترك المصنف من شروط الولي ألا يكون مختل النظر بهرم أو خبل. هرم بفتح الهاء هكذا، مشهور الناس يقول لك هرم، خطأ، هي بفتح الهاء، ولا يوجد لغة بالكسر أبدا، تبقى عامية غير فصيحة. قول بهرم، بهرم أو خبل. هرم يعني كبر سن، خبل اختلال عقل. وألا يكون محجورا عليه بسفة، لأنه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، من باب أولى السفيه. نعم السفيه المهمل، السفيه المهمل الذي ليس عليه حكم حجر يعني من المحكمة، سموه سفيه مهمل، يعني لم يأخذ حكم حجر من المحكمة من القاضي. نعم السفيه المهمل يلي. وأما المحجور عليه بالفلس فيصح أن يكون وليا لكمال نظره، والحجر عليه بالفلس ده لمصلحة الغرماء، مش علشان هو عنده خبل في عقله. فيصح أن يكون وليا لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. وترك من الشروط الشاهدين، من شروط الشاهدين السمع والبصر والنطق والضبط، ومعرفة لسان العاقدين وعدم التعين للولاية. يعني شروط الشهود ايه؟ يبقى يسمع ويبصر، دي أول حاجة، ويفهم اللغة اللي بتجرى بيها العقد كويس، لازم يكون فاهم كمان اللغة، وعنده ضبط مش سرحان أو عنده نوع من الهذيان أو الخبل أو خايف أو واخد أدوية مخدرة، ما ينفعش، يبقى مش ضابط المجلس. يبقى الضبط ومعرفة لسان العقدين وعدم التعين للولاية، يعني ما يبقاش هو ولي في العقد وشاهد في نفس الوقت، يبقى هو بيزوج بنته وفي نفس الوقت هو احد الشهود، ما ينفعش. اب الزوج ممكن يبقى شاهد لانه مش ولي، الزوج بيزوج نفسه، ابوه ممكن يبقى شاهد، لكن ابو الزوجه ده ولي ليها، فما ينفعش يبقى هو شاهد لانه متعين للعقد. فهم؟ افرض انا باعت وكيل يتزوج بالنيابه عني، يزوجني بالنيابه عني لان انا مسافر قاعد في اوروبا، وزوجتي اللي انا عايز اعقد عليها دي موجوده في مصر، فعايز حد يعقد عليها ويبعتها لي في الطيارة. بتحصل ساعات حاجة زي فبعمل له توكيل انه يحضر العقد. فما ينفعش الوكيل ده يبقى هو وكيل عن الزوج وفي نفس الوقت احد الشهود. واضح؟ لازم يبقى غيرهم. يبقى كمان يشترط في الشاهدين الا يكون متعينا في العقد. فهمت بقى المسألة؟ وعدم التعين للولاية، فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في العقد وحضر معه آخر ليكون شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا. لكن ممكن المأذون نفسه يبقى أحد الشهود، المأذون اللي بيجري العقد ده
اللي هو بيجيب الورق ويقعد يمضي، ده ممكن يبقى احد الشؤون، ما يجراش حاجه لانه خارج عن النسخ. ده زي المعازيم، واضح؟ لانه متعين للعقد فلا يكون شاهدا، كما لو وكل الزوج في العقد وحضر مع اخر ليكون شاهدين فانه لا يصح، لان وكيله نائب عنه، فكانه هو العاقد فكيف يكون شاهدا؟ قوله الاول أي من الشروط الستة: الإسلام، أي يقينا في الولي، وكذا في الشاهدين، ولو في نكاح كافرة، يعني هيتجوز واحدة مسيحية كافرة، هيتجوز واحدة يهودية كافرة، لكن يجوز الزواج بهم عند المسلمين، ممكن يتزوج المسيحية واليهودية مع العلم بكفرهم، يتجوز ما يجراش حاجة. لكن يبقى الشهود هنا لازم يبقوا شهود مسلمين، مش يجيب لي عمها بقى الكفرة ويخليه شاهد في العقد، يبقى من المعازيم لكن ما احسبوش من الشهود، فاهم؟ ولو في نكاح كافرة، لأن الكافر ليس أهلا للشهادة فلا يصح بظاهر الإسلام بأن يكون ببلد، فلا يصح بظاهر الإسلام، ما يصحش أن ناخد الشهود دول بظاهر إسلامهم، لأن البلد دي فيها مسلمين على مسيحيين وأغلبهم مسلمين زي في مصر كده، فاقوم اجيب اتنين شهود من غير ما اسالهم واتحقق ان هم مسلمين، ما ينفعش اخد بالظاهر، لازم اتحقق بره، واضح؟ فلا يصح بظاهر الاسلام بان يكون ببلد اختلط فيها المسلمون والكفار وغلب المسلمون زي بلدنا مصر كده، ولا بمستوره بان اختلط المسلمون بالكفار ولا غالب، بلاد مستوره يعني ايه؟ يعني تلاقي المسلمين فيها 50% وغير المسلمين فيها 50%، برضو ده ما ينفعش، لازم اتحقق من اسلام الشهود، واضح؟ قوله فلا يكون ولي او زي برضو عند ايه؟ اعطاء الزكاة، مال الزكاة، لابد ان انا اعطيها لمسلم، اتحقق ان اللي بديها له ده مسلم، واضح؟ فلو وقعت في يد كافر بقت صدقة، بقت صدقة ما بقتش فريضة، فعليك انك انت تطلعها مرة تانية بمال الزكاة، لأن الزكاة لا يصح إلا لفقير مسلم. فلو اديتها لواحد فاكره إنه مسلم طلع مسيحي، ما تروحش تتخانق معاه وتقول له هاتها، خلاص اتحسبت صدقة، في كل كبد رطب أجر، ما يجراش حاجة. لكن تعرف المبلغ اللي خده تروح مطلعه تاني، أنت تضمنه للفقير المسلم. فهمت المسألة؟ هتلاقيها برضه نفس الحكاية في باب الزكاة. قول فلا يكون ولي المرأة كافرا، تفريع على مفهوم الشرط بالنسبة للولي، وسكت الشارح عن التفريع عليه بالنسبة للشاهدين، وهكذا في جميع المفاهيم. مع يعني ايه المفهوم؟ المفهوم اللي هو دلالة اللفظ حال السكوت، لكن المنطوق دلالة اللفظ بالنطق بالألفاظ، خدت بالك؟ اما يقول مثلا ايه هنا يشترط الإسلام، يبقى معناه بالمفهوم بالمنطوق يشترط الإسلام، وبالمفهوم لا يصح غير المسلم، لا يصح الكافر، ده بالمفهوم، فهمت ازاي؟ فلا يكون ولي المرأة كافرا تفريع على مفهوم الشرط، فهمت بقى مفهوم الشرط؟ لما اشترط الإسلام يبقى مفهومه لا يصح الكافر. بالنسبة للولي، وسكت الشرع عن التفريع عليه بالنسبة للشاهدين، وهكذا في جميع المفاهيم، مع أن الشروط في كلام المصنف عامة للولي والشاهدين، وهذا تقصير من الشارح لأنه نقص عما يفيده كلام المصنف، غاية الأمر أنه نبه على ذلك آخرا بقوله وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، وهو لا يمنع الاعتراض عليه، وعلم من ذلك أن الكفر يمنع الولاية، الكفر مانع من موانع الولاية وينقلها للأبعد، وكذلك باقي مفاهيم الشروط. يعني بنت مسيحية أسلمت وأخوها أسلم، هتتجوز وأبوها عايش، أبوها هو الأقرب في الولاية من الأخ، يقوم يحل محل الأقرب الأبعد لأن الأقرب كافر فيحل محله الأخ، فهمت بقى المسألة؟ وكذلك باقي مفاهيم الشروط التي ذكرها المصنف والتي ذكرناها سابقا، وقد عد بعضهم موانع الولاية 10، ونظمها ابن العماد في قوله وعشرة سوالب الولاية: كفر وفسق والصبا لغاية، رق جنون مطبق أو الخبل،
وأخرس جوابه قد اقتفل. أخرس غير مظهر مراده بالإشارة المفهمة، ده الأخرس. أخرس جوابه قد اقتفل يعني إجابته ما تفهمهاش، هذه معنى جوابه قد اقتفل. لكن لو إجابته مفهمة ممكن. ذو أته المعتوه يعني، نظيره مبرسم. المبرسم ده مرض كانوا بيعتبروه زمان اسمه برسام، مرض قديم زمان يسموه ذات الجنب. دلوقتي هو أمراض كتيرة مش مرض واحد، لكن كانوا زمان يعتبروه أي واحد عنده مرض في الرئة أو في جنبه يؤدي إلى ارتفاع في الحرارة ورعشة في الجسم وهذيان يسموه مبرسم. كويس؟ ده يسموه داء ذات الجنب، داء حار يعني يبقى مصحوب بحرارة في جنب واحد من الرئة أو الغشاء المبطن للرئة أو الحجاب الذي بين، ده كلام الطب القديم، أو الحجاب الذي بين الصدر والبطن. كل ده مع ارتفاع في الحرارة مع هذيان يسموه إيه؟ مبرسم. يبقى احنا في الطب الحديث نقول ايه المبرسم؟ هو كل انسان عنده ارتفاع في الحرارة مع تسمم دموي يؤدي الى هذيان، واسبابها كتيرة بقى اسمه مبرسم. في الحالة دي ما ينفعش يبقى ولي ولا ينفع يبقى شاهد، لان هو غير ضابط للامور. فهمت؟ وابله لا يهتدي وابكم، اخرس يعني، كل دي موانع الولاية. مع التملي يطلق كلمة مبرسم على ارتفاع في الحرارة مع تسمم دموي يؤدي إلى الهذيان. واخد بالك لما تلاقي واحد حرارته 40 وتلاقيه بيقول كلام غير مفهوم، أو ده اسمه مبرسم. واخد بالك؟ احنا دلوقتي بنلاقي العيال المبرشمة واخد برشام وماشي كده مبرشم مش فاهم حاجة خالص، زي الحيوان كده، يبعتوه في الاستاد في بورسعيد يقتل العيال وهو ايه؟ مش في قائم القوى العقلية، يبرشموه الأول وبعدين يطلقوه على خلق الله، اللي هو يبقى بلطجي وشبيحة والحاجات اللي هي إيه؟ ده اسمه مبرشم. ده طبعًا ما يفهمهاش الإمام البيجوري، مش من أيامه دي على أيامنا إحنا بقى. الإمام البيجوري كان لسه في أيام اللي فيها خير. يبقى إحنا عندنا كمان المبرشم والمبرسم، ما ينفعش يبقى ولي. كالشبيحة والبلطجية والمدمنين والناس اللي إيه؟ في بعض عقود الزواج يوزعوا سجاير بانجو وحشيش وبعدين مبرشمين، ويجي المأذون يقول له زواج زوجة ابنتي، يقول له قبلت. جوازة ايه دي المصيبة دي؟ ما تنفعش، عالم كلها مبرشمة يا عم، فوقهم الأول. خدت بالك؟ فلازم المأذون يكون عنده فقه في هذه الأمور، فلو دعوه فرح بالمنظر ده يقول لهم لا متشكرين، نجي لكم بكرة لما تفوقوا. ما ينفعش نعمل العقد دلوقتي في الظروف دي. الابكم اللي هو الاخرس اللي هو ما بيتكلمش، الابكم اللي هو اصم ما بيسمعش ولا بيتكلم. خدت بالك؟ ففي هذه الصور كلها يزوج الا يزوج الابعد، يعني يحل محل الولي الاقرب بقى اللي فيه هذه الحاجه، نجيب الابعد منه على طول هو اللي يحل محل. وأما الصورة التي يزوج فيها الحاكم فجعلها بعضهم خمسا. إمتى الحاكم يحل محل الولي بقى؟ الحاكم هنا في أيامنا إحنا يبقى المأذون. فهمت؟ المأذون يبقى هو الحاكم. ونظمها بعضهم فقال: خمس محررة تقرر حكمها، فيها يرد الأمر للحكام، فقد الولي، ملهاش ولي، مقطوعة من شجر، أو هي أسلمت وكل عيلتها كفار، ملهاش أولية خلاص. يبقى هنا اللي يزوجها مين؟ الحاكم اللي هو المأذون. فقد الولي وعضله، عضله يعني ايه؟ يعني مش عايز يزوجها، كل ما يجي لها عريس كويس يرفضه. كل ما يجي لها عريس كويس يقول له المهر بتاعها مليون جنيه. بيغلي قوي. يقوم معناها بيرفضه. فهمت ازاي؟ كأنه بيرفضه بالظبط. يقول له انا بنتي دي ما تتجوزهاش الا لما تجيب لي قصر. مش جيب لي شقة، هو أصلا مش لاقي أوضة. يقول له قصر بيعجزه، يبقى عضل ده. فهمت ازاي؟ ده نوع من العضل. يبقى فقد الولي وعضله ونكاحه وكذا غيبته مع الإحرام
يعني لو حصل نكاح منه لغير كفء ليه انها تروح تشتكي للحاكم؟ اللي هو واحد مش كفء، هي معاها دكتوراه واستاذه في الجامعه عايز يجوزها البواب بتاعها، تزعل هي هتزعل كده. مش معنى ان البواب وحش، من اهل الجنه ولي، لكن مش مناسب ليها. دي واحده دكتوره في الجامعه وده حارس للعقار، ما ينفعش، لازم تبقى فيه كفاءه من حيث الثقافه والمستوى العلمي. فهو بقى منه ايه مخه فيه سفه، فعايز يجوزها اي حد وخلاص. ليها الحق في الحاله دي انها تروح للحاكم والحاكم هو اللي يزوجها. واضح؟ وكذاك غيبته مع الاحرام. وكذا غيبته يعني طبعا غيبته دي كانوا زمان يقول لك مسافه قصر 85، الوقت لا. واخد بالك؟ المسافه 85 دي كانه موجود يعني. لانه ده يجي لها بعد ساعه. كان زمان 85 كيلو دي يعني يجي لها بعد اسبوع 10 ايام. مع الاحرام، وبرضه الاحرام زمان طالما هو مثلا هي قاعده في المغرب وهو بيعمل عمره، هيجي لها ان شاء الله بعد 8 شهور ان شاء الله. على ما يركب الحمار ويركب البغل ومش عارف ايه ويطلع من مكه يوصل المغرب امتى؟ قبل يوم القيامه تكون هي بقى. ففي الحاله دي بقى غايب، انما الوقت في زماننا ده لا، لان الوقت بقت الطيارات والحكايه سهله يعني، اقتربت المسافات. وزيد عليها صور اخرى، ولذلك قال بعضهم ويزوج الحاكم في صور اتت منظومه تحكي عقودا عقود جواهري، عدم الولي وفقده ونكاحه، وكذا غيبته مسافه قاصري، وكذاك اغماء وحبس مانع، امة لمحجور توارى القادر، إحرامه وتعزز مع عضله، إسلام أم الفرع وهي لكافري، وبقيت المجنونة البالغة التي ليست لها مجبر. فزاد بعضهم بقوله تزويج من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادري. وقد جرى صاحب النظم في الإغماء على طريقة ضعيفة، والمعتمد أنه تنتظر إفاقته، يعني أبوها عنده غيبوبة سكر، هيدوا له شويه سكر هيفوق، تقوم تقول اه ده في غيبوبه اروح اتجوز بقى، لا ما ينفع، ادي له فرصه يفوق. فاهم؟ يبقى الاغماء ده لازم ندي له فرصه ثلاث ايام على الاقل افاقتي منه، ان لم يزد على ثلاثه ايام، فان علم انه يزيد عليها انتقلت الولايه للابعد، فلا يزوج الحاكم وان تضررت في مده الانتظار، خلافا لابن حجر الهيتمي يعني، حيث قال إنه يزوج إذا تضررت في مدة الانتظار. وأم الفرع ليست بقيد، بل متى أسلمت أمة الكافر يزوجها الحاكم، لأن الكافر ليس له أن يزوج أمته، ليس له أن يزوج أمته المسلمة، إذ لا يملك التمتع بها أصلا. يعني لو أمة مسلمة ملك لكافر لا تمكنه من الفراش، واضح؟ لأنها مسلمة خلاص. فإذا كان هو أصلا لا يستمتع بها فلا يملك أيضا تزويجها، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ده حديث للنبي، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قول وإلا فيما يستثنيه المصنف بعده، أي بعد ذلك بقوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، فيزوج الكافر الكافرة بشرط أن يكون عدلا في دينه. يبقى ممكن أبو الذمية هو اللي يزوجها، بس بشرط يبقى عدل في دينه، يعني عدل عند المسيحيين يعتبروه راجل صالح طيب كويس، مش يعتبروه عند المسيحيين الراجل فاسد، يبقى مسيحي وكمان فاسد عند المسيحيين، دي مصيبة، ده ما ينفعش. فاهم؟ لازم يكون عدلا في دينه في نظر مين؟ في نظر أهل ملته. ونقف على الثاني من الشروط اللي هي البلوغ إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.